تزامنا واليوم الوطني للحرفي، قامت غرفة الصناعات التقليدية والحرف بولاية بشار بتنظيم معرض لمنتجات الحرفيين، وهذا بمشاركة العديد من الحرفيين بالولاية. تحت شعار الحرف إبداع الأمس وفخر اليوم، وهو الشعار الذي اعتمدته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية بشار معرضا لمنتجات الحرفيين بمناسبة اليوم الوطني الحرفي. المعرض سيضم حوالي 15 حرفي و3 جمعيات. أي هذه أول مشاركة لي، على أساس أني ندي شهادة مشاركة باش تعاوني في الدوسي تاع بطاقة حرفي. عندنا نعلموا الخياطة، نعلموا الناس، نعلموا صناعة الأفريشة، واليوم شينا نشاركوا في المعرض هذا. عندي المنتج الحاضر في هذا المعرض هو دبس التمر، معروف بالمنطقة الرب، وحظيت قبل الحصول على هذه الحرفة بتكوينات على مستوى الغرفة. أما الخبرة في إنتاج الرب فتحصلت عليها من العائلة. السيدة نصيرة خياطة حرفية تعمل منذ صغرها في مهنة الخياطة بمختلف أشكالها، إضافة إلى صناعة يدوية لعلب تركية وأخرى مغاربية. من اللي كنت صغيرة نبغي هذه الأشياء، نبغي نخدم هذه الأمور اليدوية، وكي كنت صغيرة خاصة كنت بادية بالطرز في الماكينة، ومن بعد عاودت وليت شوية خياطة، ومن بعد مؤخرا وليت في هذه الأشغال اليدوية، خاصة وليت نهتم هذه الأمور تاع التركية، هذه العلب التركية والمكب هذا كيما تاع المغرب. وفي نفس الوقت نجم غير البيت نتاعها كي يكون عندها أنغو ديكوري البيت نتاعها وتخرج بواحد الرونق إذا كانت عندها أفكار مليحة. ونتمنى لو كان السلطات منا تسمعني من هذا المنبر يوفروا لي مكان لي نعلم فيه البنت الجزائرية، فعود لي نقولوا أنا اللي نخدم هذا الآخر كي تكون ميات بنت ولا يكون تكون مؤسسة، يكون إنتاج. هذا ويبقى الحرفي بالجنوب يبدع وينتج رغم قلة الإمكانيات والوسائل.